بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. يقولون إن هناك ثلاث تخصصات أكثر الناس متخصصون فيها: الطب والهندسة والدين. بمجرد أن تذكر مرضا في مجمع، هذا يقول لك علاج هذا المرض الدواء الفلاني. ذاك يقول لا، هذا المرض يحتاج إلى عملية جراحية. ثالث يقول لك شيء بسيط سهل، ببعض الأعشاب تتمكن أن تعالج هذا المرض. وآخر يقول أصلاً القضية هي تنتهي، اتركها، هذا المرض هو يذهب، تشفى. أطباء بكثرة. هكذا في الهندسة، أذكر موضوعاً مرتبطاً ببناء هندسة الأبنية، أو موضوعا مرتبطا بهندسة الطرق، تجد آراء ونظريات من أناس لم يدرسوا الهندسة يوما واحدا. هكذا الدين، هذا ما يقوله الناس. أنا أقول القضية ليست خاصة بهذه العلوم الثلاثة، بقية العلوم أيضا هكذا، أو كثير من العلوم هكذا. تحدث في مجمع عام تخصصات مختلفة، تحدث عن السياسة، الكثير يدلي بدلوه، تحدث عن علم الاقتصاد، تجد نظريات اقتصادية، تحدث عن علم الاجتماع، تحدث عن علم النفس، تحدث عن علم التربية وبقية العلوم، تجد كثير من الناس علماء في علم التربية، كثير من الناس علماء في علم المستقبل، في علم الاجتماع، في علم ما السبب في ذلك؟ السبب أن الإنسان عندما تكون له بعض المعلومات يجعل هذه المعلومات ملاكاً أساساً، قواعد عامة يطبقها هنا وهناك، وهذا خطأ، قد يكون خطأ فظيعاً.
قد يورط هذا الخطأ الإنسان توريطا كبيرا. الكلام ليس عن معلومات في علوم مختلفة، هذا شيء ممتاز، الإنسان تكون له معلومات استقاها أخذها من خبراء في علوم مختلفة، هذا شيء عظيم، هذا شيء جيد ممتاز. هذا الكلام في أن الأشخاص غير الخبراء تكون لهم نظريات، تكون لهم آراء ورؤى، له رؤية اقتصادية، لا أنه عنده معلومات اقتصادية أخذها من أناس خبراء، ذاك شيء جدا عظيم. معلومات الإنسان تكون في علوم مختلفة، هذا شيء حسن ممتاز هذا، أما أن تكون لك نظريات في علم أنت غير متخصص فيه، المشكلة هنا. هذه المشكلة، هذا الخطأ، درجات آثاره مختلفة. أحيانا الخطأ في علم يسبب أضرار خفيفة، أحيانا الخطأ يسبب أضرار كبيرة، أحيانا الخطأ يكلفك شيئا شديدا جدا، أحيانا الخطأ يدمر كيانك. الخطأ في هذا المجال، إذا أخطأت أنت في علم الاقتصاد، عملت برأيك وأنت غير خبير في الاقتصاد، ما الذي يحدث؟ تذهب أموالك أو شيء من أموالك، خسارة. أما إذا أخطأت أنت وعملت برأيك في مجال الطب وأنت لست طبيبا، قد يكلفك هذا الخطأ صحة جسمك. إذا أخطأت في مجال الهندسة، بناؤك يكون هشا ضعيفا غير مناسب غير مريح، درجات آثار هذا الخطأ بالذات، هذا الخطأ الواحد وهو خطأ النظرية لك في علم أنت غير خبير فيه، هذا الخطأ درجات آثاره مختلفة. ولكن إذا أخطأت هذا الخطأ في الدين، يكلفك ذلك، قد يكلفك ذلك آخرتك، وتعلمون أصغر خسارة أخروية، الخسارة الدنيا في الآخرة أدنى شيء هو أعظم من خسارة الدنيا بما فيها، خسارة الدنيا بما فيها مشكلة 70 سنة 100 سنة 200 عام لا أكثر، ولكن خسارة أصغر شيء في الآخرة آلاف السنوات لعله ملايين السنوات، هذا في الكم. في الكيف أيضا القضية بفارق كبير جدا بين الدنيا والآخرة. هذا الخطأ، هذه المشكلة، نريد أن نتحدث عن الحال؟ لا. نريد أن نتحدث عن الوقاية؟ نريد أن نتحدث عن الوقاية؟ لا. الوقاية واضحة جدا، ما هي الوقاية من هذا الخطأ؟ سؤال كلنا نعرف، كلنا نعرف الحل في هذه المشكلة، لا أقول الحل، الوقاية من هذه المشكلة التقليد، خلاص. تريد أن لا تخسر صحة جسمك، كن مقلدا في الطب، أنت لست خبيرا في الطب، كن مقلدا، اذهب إلى طبيب حاذق ثقة متمرس، قلده في الطب، هذا أفضل طريق
لحل هذه المشكلة، للوقاية من هذه المشكلة. لا تسقط في المشاكل، لا أقول لا تسقط، احتمال السقوط ينزل إلى أدنى المستويات، ممكن أن يسقط. الطبيب الخبير الحاذق الثقة ليس معصوما، قد يخطأ، ولكن احتمال خطأه أقل من خطأ بقية الناس، من خطأك وخطأ بقية الناس غير الخبراء في الطب. تريد أن بناءك يكون بناء قويا مستحكما مريحا، قلت في مجال هندسة البناء خبيرا في هذا المجال، خبيرا ثقة، التقليد. تريد أن لا تخسر دينك وبالتبع لا تخسر آخرتك، كن مقلدا في الدين. الوقاية جدا واضحة بديهية أصلا. كن مقلدا في الدين. تقلد من؟ تقلد أي شخص؟ لا، كما أنك لا تقلد أي شخص في الطب، كما أنك لا تقلد أي شخص في علم الاجتماع. قلد في الدين من يكون فقيها في الدين، لا من يكون فقيها متمرسا، لا فقيه في بداية فقاهته، فقيه متمرس، لا من يكون فقيها متمرسا وهو في درجة عالية من العدالة. خلاص ريح بالك، عندك معلومات في الدين، هو عنده هذه المعلومات وأضعاف هذه المعلومات. عندك ضابط في الدين، هو عنده ضوابط أكثر منك بعشرات الأضعاف. الكل ليس مجتمعا عنده، الكل مجتمع عند المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن هو عنده في الدين أضعاف ما هو عندي. هذا هو الحل. هذه المشكلة مشكلة عدم التقليد، مشكلة عدم التقليد الصحيح. هذه المشكلة شائعة، ولكنها في فئتين من الناس أكثر شيوعا. كلامي عن المؤمنين، ليس كلامي عن الكفار ولا عن المخالفين. هناك فئتان تقعان في هذه المشكلة أكثر من بقية الناس، مشكلة عدم التقليد الصحيح. الفئة الأولى الشخصيات، الذي له رقي في مجال، متنفذ، عالم في علم من العلوم، شخصية سياسية مرموقة، إنسان ثري، إنسان صاحب وجاهة اجتماعية. هؤلاء يقعون في هذه المشكلة أكثر من غيرهم، مشكلة عدم التقليد الصحيح. والسبب واضح، هذا الشخص له مكانة، له ميزة، يتصور أن هذه الميزة تسمح له أن يكون صاحب رأي في كل مجال. المشكلة هنا تكمن، يكون صاحب رأي في الطب يخسره صحته، في علم النفس يخسره نفسه، يبتلى بأمراض نفسية نفسانية أو نفسية مثلا، في الدين يخسره دينه. أستاذ في جامعة، لا ارتقى حسب ما سمعت، هذا الأستاذ ارتقى وارتقى وارتقى حتى أصبح مدير إحدى الجامعات المميزة في أوروبا، شيعي مؤمن إلى حد ما، ملتزم متدين. جاءني هنا في هذا المسجد في هذه الزاوية تقريبا،
طبعا أحد الإخوة المؤمنين طلب موعد، جلسنا هنا عنده نقاش في أمور دينية، لا بأس، عظيم النقاش في الأمور الدينية شيء حسن. المشكلة ليست هنا، المشكلة أن الشخص غير الخبير يكون منظرا في الدين. المشكلة هنا، صاحب رأي في الدين. بدأ النقاش، أقول لكم الشخصيات يقعون في هذه المشكلة أكبر من غيرهم، أكثر من غيرهم. صار يناقش لا بأس، باب النقاش مفتوح، وإن شاء الله الله يجعل صدورنا مفتوحة للناس، الناس أفكارهم مختلفة. طبعا تعلمون النقاش مع شخص غير خبير مشكل، لأن الأسس عنده غير موجودة، يريد أن يبني الطابق العاشر من دون أسس، من دون بناء طابق أول، طابق ثاني، طابق ثالث، لا يمكن. هو الأسس عنده غير مبتنية، يريد أن يناقش في شيء مبتني على هذه الأسس، كيف تناقشه؟ على أي حال، من هنا وهناك المشكلة عادة في هؤلاء أن الشخص باعتبار غير خبير لا يعرف ارتباط القضايا، فيقفز من غصن إلى غصن، من شجرة إلى شجرة، من موضوع إلى موضوع، وهذا النقاش عادة يكون عقيما، لا يركز. وقلت له أكثر من مرة، ناقش في قضية واحدة، انتهينا منها نناقش في قضية ثانية. شاهدي، في أثناء الكلام أنا قلت له شيئا، قد أكون مخطئا أنا طبعا، إنسان عادي أنا، حالي حال بقية الناس، قال لي ردا على كلامي، قال كلامك خلاف العقل. قلت له نعم، كلامي خلاف عقلك، وخلاف عقل جمع من الناس قطعا، ولكن هذا الشيء الذي هو خلاف عقلك ليس خلاف عقلي، وليس خلاف جمع، خلاف عقول جمع من الناس. ثانيا، من قال لك أن عقلك هو الميزان، هو الملاك في الصحيح والباطل؟ تقول هذا خلاف العقل، يعني خلاف عقلك، عقلك ميزان؟ أساسا عقول الناس، هذا الذي يسمونه بالعقل، هذا هو ميزان؟ أبدا، وإلا لكان الشيء الواحد صحيحا وباطلا. أي شيء في هذه الدنيا بعض الناس يستسيغونه، يرونه صحيحا، بعض الناس يرونه باطلا. إذن هذا الشيء باطل أم صحيح؟ إذا كانت عقول الناس ما يسمى بعقول الناس هو الملاك، فكان الشيء الواحد صحيحا وفاسدا، صحيحا وباطلا، لأن بعض الناس يتفهمونه وبعض الناس لا يتفهمونه، إذن هذا صحيح أم باطل؟ أساسا إخواني، العقول، العقل الذي هو بالفعل عقل، لا ما نسميه العقل، العقل عادة لا يدرك الأمور الجزئية، العقل يدرك الأمور الكلية، في الجزئيات العقل لا مجال له عادة إلا قليلا. إدراك العقل عادة منحصر في الأمور الكلية، تريد أن تدرك الأمور الجزئية بالعقل، لا يمكن أصلا، لا يمكن عادة. ثالثا، قلت له ثالثا، عقول كثير من النساء، بل لعلي أقول عقول أكثر النساء، ترفض الزواج، زواج الرجل من زوجة ثانية، إذن هذا باطل؟ لأن عقول النساء لا تدرك. عقول كثير من الرجال، لعله أكثر الرجال، لا تدرك أن المرأة ليس من واجبها أن تعمل في الدار، لا تدرك أن المرأة ليس من واجبها أن ترضع طفلها، أكثر الرجال لعلهم عقولهم لا تدرك هذا الشيء، إذن هذا الشيء باطل. أكثر من هذا أقول لكم، عقول لعله أكثر البشر، أكثر من 50% من البشر، عقول أكثر البشر لا تدرك الحجاب، إذن الحجاب باطل. ف
ترى الحجاب شيئا خلاف العقل، إذن الحجاب باطل. عقول أكثر الأطباء لعله ترفض التطبير، لا تفهم التطبير، شيء خطير. هذه المعجزة العظيمة، ملايين يطبرون لا أحد منهم يصاب بشيء، معجزة واضحة. عقول أكثر الأطباء لا تدرك، عقولهم لا تدرك. إذن هذا شيء باطل. وقس على ذلك آلاف الأمثلة. الشيء الذي هو صحيح وملاك الدليل العقلي، لا عقلك ولا عقلي، الدليل العقلي، هذا شيء رصين لا يعلى عليه. أنت قل إن كلامك خلاف الدليل العقلي، جئني بدليل عقلي أقبل. الدليل العقلي أقوى الأدلة، أو من أقوى الأدلة، نحن نقبل الدليل العقلي. أما أن تقول هذا خلاف العقل، عقلك، عقلي، عقلي ليس ملاكا، عقلك ليس ملاكا. عندما أقول هذا الشخص بمكانته السامية في مجاله العلمي، ولكن هنا يناقش بهذا المستوى الداني، لا يدرك الفرق بين الدليل العقلي وبين عقله. لماذا؟ لأنه غير خبير ينظر في مجال ليست له خبروية فيه. المشكلة، مشكلة عدم التقليد الصحيح في فئتين أكثر من غيرهم، من غيرهما. الفئة الأولى الشخصيات، التجار، الرؤساء، النواب، الوزراء، الشخصيات الذي له شخصية، الشخصيات الاجتماعية عندهم مشكلة في عدم التقليد، عنده رأي، عنده نظرية، وهو لا يعرف. الفئة الثانية التي تقع في هذه المشكلة أكثر من غيرهم الشباب. الشاب تعلم كلمتين، يتصور أن هاتين الكلمتين هما الملاك في الدين، يريد أن يطبق هاتين الكلمتين على هذا وعلى ذاك. لا تعرف حدود القضايا، كن مقلدا. الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليهم ينقل عن جده الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، بعد أن يذكر شروطا مهمة أساسية للفقيه، يقول: فللعوام أن يقلدوه. على العوام أم للعوام؟ ما الفرق بين على ولا واللام؟ عندما تريد أن تتحدث عن تكليف تأتي بعلى، كتب عليكم الصيام. الواجب إذا تريد أن تتحدث عن جانب وجوبه تأتي بعلى لا باللام. لماذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المعتبر يقول فللعوام أن يقلدوه، لا يقول فعلى العوام أن يقلدوه؟ أليس التقليد من الواجبات؟ نعم، لا شك أنه من الواجبات المقدمية. فلماذا الإمام قال فللعوام، ما قال فعلى العوام أن يقلدوه؟ الإمام عليه الصلاة والسلام ما كان بصدد بيان الواجب، هو واجب واجب، ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام كان لعله بصدد بيان الفائدة لك. الفائدة إذا أراد الإنسان أن يقول الشيء الفلاني هو نافع لك، يأتي بحرف اللام. هو واجب واجب، ولكن حديث الإمام الصادق ليس عن وجوب التقليد، حديث الإمام الصادق لعله عن أن التقليد هو نافع لك، أنت المنتفع من التقليد، واضح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فللعوام أن يقلدوه. يا أخي قلد وارتح. هذا الموضوع في هذا الجمع الطيب طرحه خلاف الحكمة أم لا؟ كلنا الحمد لله مقلدون إن شاء الله. لا، تصوري أن كثيرا من المؤمنين المتدينين تقليدهم تقليد ناقص.
مقلدون في أمور ليست لنا آراء فيها. نعم، في بعض الأمور عندي رأي لا أقلد حتى المتدينين. المرأة تصلي صلاتها حسب التقليد، تصوم صيامها حسب التقليد، تذهب إلى الحاج حسب التقليد، تخمس أموالها حسب التقليد، تصل للحجاب. أنا غير مقتنعة بالحجاب. غير مقتنعة يعني ماذا؟ يعني هذه ليست مقلدة تقليدا مطلقا، مقلدة في أمور لا تعرف شيئا عنها، شيء عرفت شيئا قليلا عنه خلاص لا تقلد. غير مقتنعة. غير مقتنعة يعني غير مقلدة. معنى ذلك المقلد لا يحتاج إلى قناعة. أنت تذهب إلى الطبيب، الطبيب لا يقنعك، يقول لك علاجك هذا الدواء خلاص. إذا أردت أن تقلده تأخذ الدواء خلاص. مؤمن آخر يصلي صلاة بالتقليد، يصوم صياما بالتقليد، يذهب إلى الحاج حجا بالتقليد، يصل إلى الخمس. هناك رواية الإمام عليه الصلاة والسلام وأرواحنا فداه أحل الخمس لشيعته خلاص، يعني غير مقلد. أنت الذي رأيت هذه الرواية الشريفة، الفقيه رأى هذه الرواية وعشرة أضعاف هذه الرواية، ليس مقلدا. هذا ليس مقلدا في الخمس، ذاك ليس مقلدا في الربا، ذاك ليس مقلدا في النكاح، ذاك ليس مقلدا. مشكلة تقليدنا تقليد منحاز، تقليد في جانب نعم في جانب لا، هذه المشكلة بالضبط. في المقلدين، في المتدينين الذين يقلدون عندهم مشكلة، تقليد مطلق غير موجود إلا قليلا، لا إن شاء الله كثير، ولكن أيضا كثير من المؤمنين تقليدهم غير مطلق. القضية التقليد في الدين، لا أقول التقليد في الفقه فقط، في الدين أي جانب ديني. الفقه جانب من الجوانب الدينية طبعا، في الأساسيات في العقائد الأساسية كثير من الفقهاء أفتى بحرمة التقليد في العقائد الأساسية في أسس العقائد. هذا الشيء يحتاج الإنسان المؤمن أن يعرفها بالأدلة، ولله الحمد الأدلة متوفرة. في غير هذا الجانب، في غير أسس العقائد، في بقية الدين يلزم أن تكون إما فقيها في الدين أو مقلدا في الدين. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، في بعض النسخ مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. حديث عظيم عظيم عظيم، وكل أحاديث أهل البيت عظيمة، ولكن أحيانا الإنسان يلتفت إلى جهة عظمة الكلام، بعض الكلمات لعلنا لا نلتفت إلى عظمتها. هذا الحديث ليس هذا المقطع فقط، حديث مفصل إن شاء الله تعالى في وقت آخر في فرصة ثانية لعلي أوفق أن أقف عند هذا الحديث المفصل العظيم الذي بيّن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا حديث الإمام الصادق، البعض يقول هذا كلام الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، البعض يقول هذا كلام الإمام العسكري، لا، هذا حديث عن الإمام العسكري بسند معتبر، حديث عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام عن جده الإمام الصادق. هذا الكلام كلام الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، وكلهم نور واحد صلوات الله وسلامه عليهم. حديث مقطع كبير وفيه أمور هامة جدا جدا، ولعل جانبا من هذا الحديث، لعله غير متأكد أنا منه ولذا لا أذكره، لعل جانبا منه يرتبط بأهم مشكلة في الكون، بأهم مشكلة في الكون،
جانب من هذا الحديث الشريف. إن شاء الله تعالى نوفق نقف عند هذا الحديث الشريف في وقت آخر. اليوم كما هو المشهور بين المؤمنين ذكرى ميلاد السيدة الجليلة العظيمة المباركة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم. هذه السيدة العظيمة التي ما إن حلت بمدينة قم إلا وأصبحت قم مقدسة. سكن قم قبل قدوم السيدة المعصومة سلام الله عليها لسنوات طويلة، لعلها من زمن النبي صلى الله عليه وآله أو بعيد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. مدينة قديمة، ولكن هذه المدينة بمجرد قدوم السيدة سلام الله عليها، لا بعد 1000 عام، لا بعد 100 عام، لا، عندما حلت السيدة حلت البركات في تلك المدينة. أصبحت تلك المدينة إحدى مراكز العلم الإسلامي الهام، إحدى أهم مراكز العلم من ذلك الوقت. السيدة المعصومة سلام الله عليها في سنة 201 حلت في هذه المدينة، وحلت البركة في هذه المدينة بحلولها، وارتحلت إلى بارئها بعد أيام قلائل. اقرأوا تاريخ قم، من ذلك الوقت أصبحت قم إحدى المراكز الكبرى للفقهاء. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هذا من أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهم الصلاة والسلام، وقد أدرك زمن الإمام الرضا، طبعا في زمن الإمام الرضا لعله لم يكن فقيها، يعني بعيد. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان قبل أكثر من 1200 عام، استشهاده قبل 1217 عاما. استشهاد الإمام الجواد، هذا من أصحاب الإمام الجواد، من أصحاب الإمام الجواد، وكان في زمن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام فقيها كبيرا. اسألوا أي فقيه، أحمد بن محمد بن عيسى من أكابر فقهاء تاريخ الإسلام. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هؤلاء الأشعريون من اليمن، جدهم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ذهب إلى الكوفة، بعد سنوات انتقلوا من الكوفة إلى قم. ولكن المركز الحوزوي العلمي الكبير في قم بدأ من قدوم السيدة الجليلة، هذه من بركاتها. والمئات والآلاف من الفقهاء على مر 1200 عام بل أكثر من مرور عمر هذه الحوزة المباركة وغير الحوزة وغيرها من الحوزات المباركات، ميلاد السيدة الجليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا. وقد بشر 3 من الأئمة عليهم الصلاة والسلام زوارها بالجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وأن يرزقنا شفاعتها في الآخرة. يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه. اللهم إني أسألك أن تختم لنا بالسعادة فلا تسلب منا ما نحن فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ببركاتها، بحق آبائها الطاهرين، بحق أخيها الطاهر، بحق أبناء أخيها الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، صل عليهم أجمعين، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على